قدمنا امبارح لحضراتكم نموذج فيه إصرار وفيه آية من آيات الله سبحانه وتعالى ولاء حافظ. النهاردة هنقدم نموذج تاني. طبعا ولاء أنا بقدم نموذج، لكن عندنا في الحياة حالات كتيرة جدا 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 مصابة بالشلل الرباعي ده، وبتعاني معاناة يعني فوق ما تتصوروا، لأن ده الشلل الرباعي ده عايز مصاريف طائلة عشان يقدر البني آدم يقدر يتعامل بأبسط الأشياء مع الحياة. فدوت عشان كده لما تشوف حالة القبطان ولاء تبتدي تفكر، لما تسمع عن حد هنا ولا حد هنا ولا حد هنا، إذا كان في استطاعتك إنك تساعده أوعى تتأخر، لأنها كما تدين وتدان. ربنا يعني يحميكوا جميعا، لكن أنت بتدي بتاخد. فالمسائل دي لما تسمع عن حالة زي كده تقوم تتذكر حالة ولاء. ويمكن ازعنا صور يعني قاسية امبارح شوية في العناية المركزة وحاجات زي كده، لكن عشان تعرف ان المسألة فيها صعوبة شديدة. في ناس بقى في اقاصي البلد هنا وهنا 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 والحالة صعبة جدا. شوف دول بقى عشان يتعاملوا مع الحمام ويتعاملوا مع كذا ومع الاكل ومع الشرب، والام غالبا مخلفة 3-4 عيال غير العيل المصاب دوت، وشوف يعني حاجة فظيعة جدا. فاذا كان عندك جارك، عندك حد تعرفه، عندك بتاع، تقدم يا أخي، تقدم يا أختي للمساعدة بأي شيء بأي شيء، لأن كل شيء ممكن يعمل حاجات كويسة جدا لأصحاب هذا المرض. هننقل النهاردة على حاجة تانية. عندنا نموذج برضو شيماء. انتوا دلوقتي سميتوا كلمة اسمها تنمر، اللي هي الناس اللي ان احنا بنسميها زمان رزالة وقلة أدب وعيال مش متربية، كنا نقول كده احنا. فاللغة العربية اختصرت لنا كل دوت في التنمر، وده على فكرة كلام جميل، لأنه عندنا مجمع اللغة العربية بيعمل إيه؟ كل شوية يلاقي حاجات بتحصل فيروح مسميها كلمة عربية، أو مثلا حاجات مكتوبة باللغة الأجنبية فيروح معربها. فدلوقتي بقى أي حد رزل نقول له أنت متنمر، وده تعبير دقيق. شيماء محالة، في زيها كتير. انا كنت اعرف زيها واحدة زمان قوي، كانت عندنا في حارة من حارات المنيرة، مش فاكر اسم الحارة الحقيقة، لكن كان الست اسمها وفاء، كان عندها نفس المرض ده. وكانت ساكنة مش تحت السلم، مش في بير سلم، يعني مش ساكنة في بدروم، لا ساكنه تحت بير السلم، يعني السلم كده متقفله كده، فساكنه في حاجه يعني مترين في متر، كانها تربه يعني، وعايشه فيها لوحدها، ملهاش اهل ملهاش حد. كل المنيره كانت تحب وفاء دي، بتمشي بنفس الطريقه اللي هنشوف فيها شيماء، لكن كنا نحبها جدا، وكانت تعمل حاجه لطيفه جدا عشان بس يعني تعمل لنفسها حضور. فلما تيجي مثلا تزور تقول لك انا هشوف لك الفنجال، ما بتشوفش ولا حاجة، لكن ايه بتعرف حاجات تقول حاجات. كنا بنخليها تعمل كده عشان نساعدها. كانت امي تقول لي ابعت هات وفاء تيجي عندنا اكل، تيجي تتعشى معانا، وعشان ما نحسسهاش ان الدعوة لانها تاكل، شوف لنا الفنجان والنبي يا وفاء، هزار، ما بتشوفش حاجة. كان الحي كله بيعمل كده، مش احنا بس، الحي كله. وفاء دي عمرها ما احتاجت دواء ولا احتاجت اكل ولا احتاجت لبس ولا سمعت كلمة مؤذية من حي يعتبر حي برضو، يعني ما هوش حي راقي، حي شعبي. انا بقولك في حارة المنيرة مليانة حارات، تخش شارع موردي جاي تلاقي في حارات كتيرة، او تخش شارع رشيدي في حارات كتيرة، وتكمل الشوارع يعني. ما حدش كان يضايق وفاء دي، بالعكس، ازيك يا وفاء، وهي تتكلم كده كلام مش، حتى كلامها ما كانش مكتمل يعني. ازاي بقى البنت شيماء دي بتحكي ان الناس بتضايقها في الشارع؟ ايه اللي حصل؟ معرفش ازاي. احنا دي على فكرة ما بتحصلش في دول العالم ابدا، انك تتريق على مرض او تسخر من مرض، يعني دي حاجة معرفش ازاي بيحصل ده، معرفش. يعني انتوا شفتوا العيال اللي بيهزروا ولا مش عارف بيتخانقوا مع الواد حطوه في صبيحة زبالة، ايه ده؟ في ايه؟ ولعوا فيه حريقة وحطوه في صبيحة الزبالة، مات الواد، الراجل العجوز اللي زقوه في الترعة دوت.
احنا كنا بنهزر بس مجرد هزار، لا طريقة ولا سخرية ولا أذية، معرفش في ايه. هل لان احنا كترنا فبقت ممكن تظهر حاجات وحشة، ولا لان الاهالي مشغولين فما بقوش يعاتبوا الولاد على الحاجات ديت، ولا احنا زهقانين ما يعملوا اللي يعملوه خلاص، ولا احنا غرقانين في تفاصيل حياتنا، ما اعرفش الحقيقه دي. يعني ما اقدرش الاقي تفسير دقيق افصص بيه او افصل بيه او افهم منه ليه بيحصل كده، ازاي ما اعرفش. انا بحكي لكم حكايه وفاء دي جات لي وانا لسه وانا ببدا اتكلم، يعني ازاي كنا بنعملها مش احنا بس، حي المنيره كله. يعني انا هقول له اوريكم البنت وقد ايه هي متاذيه، مش من المرض بقدر ما هي متاذيه من تصرفات الشارع. يا اخوانا يا ستات يا رجاله الشوارع اللي ماشيين في الشارع، لما تلاقوا عيل يقول كلمه البنت زي دي يعني تصرف معاها، امنعه عشان البنت تحس ان هي محميه. العيل عمل التصرف ده نتيجة انه مش متعلم، نتيجة انه اي حاجة، ما حدش حاسبه في البيت، انت حاسبه. لا ما تضربوش، ما بقولكش اضربه ولا تسجنه، انما تقول له عيب يا ولد، تقوم تحس البنت دي ان هي محمية من بعض الناس في الشارع، انها مش عيل يقول لها كلام وده يقول لها كلام والناس ما تعبرش الحكاية ديت. ده ما كانش موجود، بقى موجود، لازم نعلم.